عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد غتشوفوا هاد المكونات اللي حاطة قدامكم غنحتاجها لتكتيف الرموش إن شاء الرحمن. فأول خطوة غنشارك معكم هي زيت الخروع. هنا عندي ديال الرموش غادي نخلط فيها. عندي خطوات كثيرة. غنحط فيها القرنفل أو المسمار، يعني هكا 7 حبات تقريبا، وخليهم. الخطوة الثانية هي اني غنغسل نوى التمر، غنغسله ونخليه ينشف ليلة كاملة ان شاء الرحمن، يحيد منه المي. هنا لان الغرشة عندي صغيرة اكتفيت ب4 حبات بس. هنا غنغسل التمر، نوى التمر، لان كتعرفوا كما كتعرفوا التمرة لما ناكلها نحطها في الفم، فلازم تتغسل من اللعاب تبع الفم، ضروري ما تتغسل جيدا. صافي كنت التمر عندي بالغسيل، من كنغسلوه نصفيه ونخليه ينشف بخاطره. كنكون دابا صافي غسلت التمر وزلت منه هاد البقايا حتى هما زلتهم منه. بعض الناس سالوني اش كندير للرموش ديالي، وقلت لهم بان كندير التمر، وما يقولوا لي التمر يضر العين. قلت لهم ما كيضرش العين، لان التمر من الاشياء التي كنقوم بعمل كحل العين، كنحطو عرف التمر وعرف الزيتون اللي تيكون في الكحل اللي تنكحلو به العين. فالمعلومة عند بعض الناس ان التمر يضر العين معلومة خاطئة، وكنتمنى من الناس يجربوا، لان التجربة افضل من اي شيء، ماشي غير الكلام. الكلام الواحد اي حاجة يقدر يقولها، انما اذا كان مجرب الشيء. هنا كيقول لك واحد المثل، المجرب ما تسأل طبيب. وكنتمنى نفعكم به، والله ينفعكم به ان شاء الرحمن. غير بعض الناس ملي كتكون كتبغي تستعمل واحد الحاجه، او بعض المرات حتى ما كتستعملهاش وكتشائم منها، هذاك التشاؤم في حد ذاته راه ما غاديش يخلي النتيجه تعطيك، لان اصلا انت متشائمه من الشيء، فما راح تكون لك النتيجه. ان الواحد كيقول بسم الله كيتوكل على الله سبحانه الا هو في اي شيء، حتى لو ما غاديش تعطيك هذيك الحاجه النتيجه وانت متوكله على الله، ربي غادي ينفعك بها سبحان الله. الله ينفعنا وينفعكم بالخير ان شاء الرحمن. ودابا التمر النوى ديال التمر كيكون نشف من الماء نهائيا اليوم التالي. ودابا غنقدر نحمرو، غنحمرو غير في المقلاة ماشي في الفرن. والناس كنصحهم بنوى التمر، لان شنو اللي اخطر، نوى التمر اللي كيتصوب به الكحل وكتكحلو به العيون، ولا القلوم نتاع الرموش؟ الرموش اصلا كيطيحو لكم، الرموش الاصلية كلها كطيح كتمشي مع القلوم. دابا كنكون حتى المقلاة تسخن، كنزل نوى التمر وغنبقى مستمرة في التحريك ديالو ملي نحس بيه بدا يتحمر، حتى يتحمر مزيان كيف ما بغيت النتيجة نحصل عليها ونوريها لكم ان شاء الله الرحمن. كيما كتشوفو معايا شي وحدين بداو كيتحمرو، غنبغيت نوصل ماشي نحرقهم، يعني صافي كتولي ماسكة اللون الأسود شتي كلها، يعني تمسك النوى تقيسو بإيديك يتكسر، خليه حتى يتحمر على خاطرو. باقي تنحمر صافي، تتيسرح بهذا الشكل هذا شتي، كيتمكن لك صافي. ملي كديري في الطحنة كيسهل عليك الطحن تاعو. وتبعو معايا ان شاء الرحمن المراحل الأخرى.
راه كثير مفيد، كثير كثير مفيد، ماشي غير شويه. ما بون سويتش لكم الازعاج بالخلاط، حطيتها في الخلاط وخلطتها غير في البيت. عرفتي الحين عندك اثنين اختيارات، يا تشربين قهوه اللوى التمر، على فكره ترى يسوونها قهوه، يا تسوي به الخلطه. فراح اسويهم الاثنين مع انه مو كثير، اسوي الخلطه وسوي شويه قهوه بعد نشربها، ليش لا. كما كتشوفوا ضليت محتفظه بزيت الخروع، فيه المسمار او القرنفل، ودابا غادي نستعملو كيفما قلت لكم طحنت نوى التمر مع المسمار، يعني حطي 7 حبات اوكي، مع القياس اللي حطيت 7 نوى التمر. والحين غنخلطهم. عندي هنايا الماسكارا خاويه، هي فاش غادي نعمر هنا كنزل زيت الخروع اللي عندي. نزيد زيت الخروع ما كفاتنيش اللي حطيت، نزلتها بالمسمار يعني بالقرنفل اللي كان عندي في الزيت، نزلت حتى هو معاها. صافي كنستمر بهذه الطريقه، وهي راه صعيبه شويه انك تدخلو في قرعه الماسكارا. قرعه شنو محمد؟ غرشه كنسى قرعه. على فكره اول مره يصور لي، يعني ما كان في التصوير كنصور راسي، اول مره كيصور لي. اعتذر ان اكون طالع لما يكون موجود انا حاضر تحت امرك. وسيدي غطلع الراجل نفسه يجلس في الدار، خصو يخرج. اي يخرج لسبب، السبب ما يطلع ما يخلص شغل البيت وحده. الله يسهل امرك، طبعا كتمشي كتستفد في الدروس. لازم شيء جميل. لازم وبالعكس نفرح انا منين تمشي للدروس الدينيه وتستفاد. قطعك الله شي حاجه كتفرح بالعكس. ان الصحبه الصالحه هي اللي تعين بعد الله عز وجل على الثبات على هذا الدين. الله عز وجل وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه الصالحه، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تغض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سبحان الله سبحان الله. بالصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة إذا ما نصحتك في الدين وفي الطاعة ما تنصحك بالشر ولا بالمعاصي والعياذ بالله. وهذا يذكر حديث وهذا يذكر آية ويكون في طلب علم، ممكن تصير الجلسة حلوة يعني. أبو محمد تنافست التصوير. سامحيني. هاك الله يرحم والدين. والديك الله يحفظك. نتعلم صراحة ما خليك في الدرس في الدروس أحسن. الدينية العلمية أحسن. لا تقربوا بالتصوير. نسيت ما فسرت لكمش أنا القرعة نتاع زيت الخروع. اللي هي الغرشة. الغرشة زيت الخروع هي فاش هي اللي عبيت. أنا عبيت الغرشات هادو وممكن
نستعمل شيطة الماسكارا، ندخلها مثلا هكا، ونستعمل الماسكارا كيف ما بغيت في العينية. راه روعة، راه ماسكارا ماسكارا طبيعية مقوية للرموش طبعا. وكما قلت لكم جابني وتوكل على الله وربي. لا بالأول والأخير أسباب محمد آدم أكيد قالك سبب عبدي وأنا نعينك. سبحان الله، بس مجربة هذه محمد يبا انت اشتيني كندير انا في الدار. والله انا روعة، انا شايف ما كنحطش اصلا، عرفتي ما كنحط حتى شي حاجه الا ما مجرباش، ما مجرباش من ممكن تأدي الناس. الله يجزاك خير. المسمار انا كندير حواجبي وكنكحل به دائما. صح، هو القرنفل. وبالنسبة لنا والتمر راه هو باش كيصنعوا، ابو محمد هو باش كيصنعوا الكحل مع النوى تبع الزيتون. والله انا اشربها قهوة بعد ممتازة. انا بغيت نسالو بغيت نصاوب لك اسيدي ابو محمد نوى التمر وقهوة الشعير بعد جميلة مفيدة للجسم. الحلوة هي لما كنت تطلبك تجمع لي نوى التمر من الديوانية. كم مرة أقول له الله يجزاك بالخير إلا كنتي هكا بجلسة في الديوانية جمع لي غير نوى التمر باش راني سركتي، لأن حتى الناس طالبيني بعطيهم منه. والله أنسى أنسى. دابا هادو تاع القراعي اللي معمر أنا تابع الغشات اللي معبي بعطيهم، طالبيني عليهم الناس. الله يجزاك خير. وكينسى بس سبحان اللي يسهى وما ينسى. سبحانه سبحانه. النسيان مرات تكون نعمة مرات تكون نقمة. سبحان الله سبحان الله، نعمة نعمة. زين أنا بسأل السؤال، إحنا إذا ضيعتي شيء من أغراضك ما تدرين وين حطيتي ونسيتي وين حطيتي شو تسوين؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تذكرين الله، والدليل قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت. سبحان الله، إذا نسيت شيء وين حطيته قاعد أذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعينك الله عز وجل إنك تذكر وين كنت. وفي المناسبة هذه يعني أذكر قضية للإمام الشافعي رحمة الله عليه. أتى رجل فقال يا إمام لقد خبأت مبلغا من المال وأنساني الشيطان أين خبأته، فماذا أفعل؟ قال إذا جاء منتصف الليل فقم وتوضأ وصلي ركعتين. قال يا إمام أقول لك يعني ضيعت مالي وتقول صلي ركعتين؟ قال فعل ما أقول لك. سبحان الله، فعندما انتصف الليل قام هذا الرجل وتوضأ وأخذ يصلي، ما إن كبر تكبيرة الإحرام حتى جاءه الشيطان وأعلمه بمكان المال فترك الصلاة وذهب لأخذ ماله. سبحان الله. فالشيطان حريص انك تاخذ مالك ولكن لا تعبد الله عز وجل، ما يريد تتقرب الى الله عز وجل. وكثير من الناس يقول فيني العرق لا ياتي من النوم، جرب قم وصلي ركعتين ركعتين انظر ياتيك الشيطان واجعلك تنام. سبحان او اقرا القران. سبحان الله، ما يبي لا يريد الشيطان ان تاخذ الحسنات. صح. سبحان الله، لا اله الا الله. وبعد الناس كانت مزيان تذكرت لنا هذا الشيء باش انا عندي واحد المعلومه بغيت نضيفها، بان بعض الناس تسب الشيطان هو يفرح يستانس. بارك الله فيك. صح، الانسان خصو دائما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتحرقوا هكا. هو الدليل يقول صلى الله عليه وسلم اذا لعنت الشيطان تعاظم تعاظم وانتفخ، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يصغر يصغر حتى يكون كالذرة. سبحان الله سبحان الله. دائما لا تلعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. شكرا، الله يجزك بالخير. وكانت من ديما تمسك لي تساعدني. حاضر من عيوني. صبر معايا. كم أم محمد عندي؟ أم هانيت نعتبر بعد تحطين حق حواجبي حق رموشي قصدي. بغيت الرموش؟ لا ما بغيت. ما شاء الله رموشك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يجملنا في الدين ويجملنا في الخلق والخير ويجملنا في كل شيء يا رب. والله يجعلك يا رب دائما في قرة عيوني ويجعلني في قرة عيناك يا شاء الله الرحمن. ويحفظك لي ويحفظك يا رب. الله يرحم والدينا ابو محمد. الله يرضيك يا رب. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا.
وانتم كما شفتوا بخير عندي العمل العمر الاخرين وهذا هذه هاني درت القهوه هنا هو التمر والمسمار اللي هو القرنفل بقيتنا تكون طبخات مزيان سلات انا ما حطيتش السكر لان السويت بناكل حلاوه اما حطيت السكر في القهوه وبالصحه والراحه وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته